أخوتي وأخواتي في عالم الزراعة والنباتات المنزلية، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات. اليوم راح نعرفكم على نبات يمتلك من السحر والجمال والعطر ما يلفت انتباه أي شخص يكون قريب من هذا النبات، مزهر وفائق الجمال وأزهاره عطرية مميزة جدا. هذا النبات هو يتسمى الياسمين الأحمر. في العراق يتسمى قسم يسمونه الياسمين الأمريكي وقسم يسمونه الياسمين الهندي. الياسمين الأحمر هو من الفصيلة الكمبريتية واسمه العلمي كويس كوالس، وهي شجيرة متسلقة مدادة تنجح في المناطق الحارة حيث تتحمل حرارة الجو والتربة وتتحمل الرطوبة والملوحة إلى حد ما، والغرض من زراعتها جمال أزهارها الحمراء المتدلية، تصلح لتكسية الأسوار والشرفات. هذا النبات فائق الجمال إخواني الأعزاء، شوفوا سحر وجمال النباتات. اليوم إحنا 28/5/2023 في حديقة المنزلية، وشوفوا كثافة التزهير إخواني الأعزاء. طبعا هذا النبات تفوح منه رائحة زكية، أزهارها توجد على شكل مجاميع تظهر طوال السنة عدا الشتاء. شوف إخواني الأعزاء، شوف مجاميع الأزهار وسحر وجمال الأزهار بهذا الوقت من السنة. طبعا تستمر بالتزهير طول فترة يعني الصيف وحتى فصل الخريف إخواني الأعزاء. طبعا هذا النبات ما يميز هذا الشجرة تحول لون الأزهار، يعني الأزهار سبحان الله تطلع قريبة على اللون الأبيض، وعند تفتحها خلال يومين أو ثلاثة أيام إلى اللون الوردي، وبعدين تتحول إلى اللون الأحمر القاني. فسبحان الله العظيم على هذا الجمال وجمال هاي الأزهار الرائعة اللي هناك، تدرج بالألوان تدرج جميل جدا ممكن تشوفها بداخل النبات. إخوان الأعزاء، هذا النبات ينجح بكل المناطق في العراق وكذلك مناطق يعني شمال أفريقيا، المناطق العربية والدول المجاورة، وهو نبات خارجي. طبعا كغيره من النباتات يفضل أنه بالشتاء تزيل الأجزاء يتقلم وقطع الأزهار الذابلة، ويحب دائما حرث التربة حول الجذور، ويحتاج إلى التسميد بسماد طبيعي، سماد عضوي حيواني بالشتاء مرة أو مرتين بداية الخريف ويعني في الشتاء. وهذا النبات إخوان الأعزاء بصراحة يعني يتكاثر، بصراحة صعوبة أنا جربت إكثاره، لكنه يتكاثر بالعقل الطرفية في بداية الربيع، وكذلك يتكاثر بالخلفات لأنه تظهر من قرب جذور النبات خلفات كثيرة مرات تبتعد عن ساق النبات الأصلي والجذور الأصلية، فممكن فصلها وزراعتها. إخواني الأعزاء، يعني بصراحة هذا النبات حتى قليل الإصابة بالآفات الزراعية وما يحتاج عناية خاصة. مثل ما تشوفون سحر وجمال هذا النبات بالحديقة المنزلية، وشوفوا كثافة التزهير إخواني الأعزاء. طبعا بالنسبة لهذا النبات يفضل أنه تزرعونه قرب الأعمدة، ويفضل أيضا أنه يزرع يعني قرب سقائف هذا الشكل، سقيفة تسوي له حتى تظهر جمال هذا النبات، لأن النبات هو نبات متسلق. بصراحة أنا أعشق هذا النبات لأنه مزهر طول فترة الصيف، يعني أنا بصراحة ما هو عطري، لكن النحل ما شايف قليل النحل يسرح عليه، يعني ما أعرف شنو السبب، لكن يعني أكو بهذا الوقت ربما بالحديقة مالتي أكو يعني نباتات عطرية مزهرة أكثر رحيق، مثلا عندك اللاجوستريميا ورد القهوة والتمر حنا فرنجي، لكن هذا النبات إخوان الأعزاء عطري فائق الجمال. هل ممكن ينزرع بالسنادين؟ نعم ينزرع بالسنادين، لكن على الأقل عمق 50 إلى 60 سنتيمتر، وتقزيم النبات وتقليمه. بصراحة شوفوا كثافة الأزهار بهذا الوقت، شوفوا السهنانة
كلما كان معرض للشمس يكون تزهيره أكثر وأكثر كثافة. شوف أخوان الأعزاء، متوفر بالمشاتل بأسعار مناسبة جدا. أنصح الجميع أنه يزرعون هذا المتسلق فائق الجمال. طبعا عندي بالحديقة 3 شتلات، راح أشوفكم قسم من عدها، وأكو يعني على مدار تقريبا السنة عدا الشتاء أنه مزهر. شوف أخوان الأعزاء، هاي عندنا الزهرة الثانية، هاي يعني الشتلة الثانية. شوف الأزهار مالتها، بدايات التزهير الكثيفة. شوف أخوان الأعزاء، والتزهير بادي بهاي بكثافة، لكن الآن بدايات التزهير. شوف أخوان الأعزاء، نبات رائع جدا. إذا كنت تريد تعشق النباتات فائقة الجمال، النباتات العطرية، ازرعوا هذا النبات الياسمين الأحمر. شوف أخوان الأعزاء، هذا النبات بداية التزهير، بداية التزهير يكون قريب على اللون الأبيض بهذا الشكل. بابا سكتي، سكتن. أخوان الأعزاء، واحد من أقوى الخيارات وأفضل الخيارات اللي تزرعه هو هذا النبات. شوف سبحان الله، مع الغيوم، مع اليوم الجو غايم، إن شاء الله يعني أكو هناك موجة أمطار إن شاء الله بالعراق والمنطقة. إن شاء الله أمطار خير وبركة، وشوفوا سحر وجمال هذا النبات بالحديقة المنزلية أخوان الأعزاء. طبعا يصل ارتفاعه حتى إلى 10 أمتار هذا المتسلق. سبحان الله، هنا طبعا هاي أزهار شجرة قريبة علينا. هاي الشجرة هي شجرة الألبيزيا جيلبرسون خيط الحرير. وهنا أنا طبعا هنا عندي قريبة بالحديقة بدت الجوافة وثمار فاكهة الجوافة هذا الشكل الرائع. شوف هاي ثمار فاكهة الجوافة، لكن اخوان الاعزاء شوفوا السحر وجمال هذا المتسلق من بعيد بالحديقة المنزلية. شوف هاي اللقطة، بس اخذ لكم غير لقطة من بعيد لجمال الياسمين الاحمر بالحديقة المنزلية. شوف هاي لقطة من حديقتي المنزلية، لكن موضوعنا اليوم هو هذا المتسلق فائق الجمال. طبعا قليل الإصابات، تسميد بالسماد العضوي بالشتاء مرتين، سماد الداب كل 3 أشهر، سماد NPK كل 3 أسابيع. النبات متحمل للملوحة، متحمل للعطش. إذا تريده يزهر يعني أكثر وقت بالسنة، ازرعه بالشمس المباشرة، يتحمل العطش، ما يحتاج عناية خاصة. بالختام إخوان الأعزاء، نستودعكم الله وفي أمان الله. كان معكم أبو عبد الرحمن من عالم الزراعة والنباتات المنزلية. في أمان الله.